مساء الخير، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. انا دكتور تدرس رمسيس مرقص، عايز اتكلم معاكم النهارده عن الاتوماتيك اكستراكشن، وهنتكلم عن تكنيكس وحاجات كتيرة قوي جديدة، نيو ادفانسمنتس والطرق الصح، وازاي نخلي الاتوماتيك اكستراكشن يعني التكنيك الطبيعي بتاعنا واحنا بنكبر. طبعا كلنا يعني اتعلمنا في الجامعة ازاي نستخدم الفورسبس والإليفيتورز، ودي الطريقة اللي كلنا اشتغلنا بيها. يمكن هيبقى مختلف علينا دلوقتي ان احنا نغير الطريقة دي ونبدأ نظام جديد او سيستم جديد بنخلع، بس صدقوني زي كده ايام ما كنا في الدفعة بتاعتنا وبيكلمونا عن كومبوزيت، وكان ده حاجة جديدة، فقصة إنك أنت تبطل القمر جام وتبدأ تشتغل كومبوزيت، البارادايم شيفت أو تغيير الكونسبتس ده ممكن يبان في الأول صعب، بس أكيد هو حاجة مفيدة وبتدينا ريزلتس أحسن. إن شاء الله المحاضرة بتاعتنا تبقى بتتكلم عن كل الطرق الجديدة في الأتوماتيك إكستراكشن، إزاي أبقى عندي enough tools و tools كويسة ويبقى الموضوع مفيد لينا كلنا. نبدأ بإذن الله. Successful automatic extraction key for immediate implant and socket shift. الصورة دي أنا حاطط فيها سيستم عملته واشتغلت فيه كتير قوي في جامعة القاهرة اسمه ATM، هنحكي قصته وهنحكي ازاي بنشتغل بيه. ده مهم قوي للـ Vertical Automatic Extraction، وهناخد حتة حتة ونحكي عنه. أنا بس بادئ بالراحة لغاية لما تبقى الناس كلها اتجمعت بإذن الله. باي ذا واي، أنا من جامعة عين شمس، معايا دبلومة سيرجري ودبلومة إندو، عملت الإندو الأول وبعدين يعني حسيت بعد كده إن الإمكان دي حاجة مهمة، خدت فيها الدبلومة بتاعتي، ويعني حسيت إن أنا بقى الإمكان دي حاجة هي ليها باشن. طبعا كلنا في الأول بنبقى مخلصين وحاسين إن الإندو ده هو الدنيا كلها، بس معرفش حسيت الإمكانيات غلبت عندي أكتر. تمام، طيب نبدأ بإذن الله. أول ما ببدأ أي محاضرة بحب أقول لكل الناس اللي جوه مصر أو بره مصر، حاولوا يعني اللي ما راحش شاف معبد أبو سمبل ده فاته كتير. الدنيا يعني حاجة تستاهل إنك أنت تشوفها، حاجة هتأثر فيك، و يعني حاجة جميلة قوي. للي بره مصر لا، لازم تيجوا تشوفوا الكلام، حاجة بجد تحفة، حاجة فعلا من عجائب الدنيا. دي معبد أبو سمبل اللي في أسوان. طيب، في البداية بحب أشكر دكتور محمد صالح على استضافتي عنده بيرفكت دنت، ودي صورة للتيم، هم ناس بيشتغلوا كلهم ليهم سبيريت لطيفة قوي، بحب يعني دايما أتقابل يعني أتقابل معاهم خصوصا في المعارض. نبدأ. In this lecture we will discuss what's a traumatic extraction، يعني إيه أو الديفينيشن بتاع traumatic extraction، indications و contraindications للـ traumatic extraction، الادفانتجز والديسادفانتجز بتاعت الاتوماتيك اكستراكشنز، ستيبس بتاعته هنقسم ازاي اعمله. وقبل ما اقلب السلايد، دي كيس احنا عملنا فيها الاتوماتيك اكستراكشن باربعه رمين جروبس، الاربعه دول والكراون ده عملنا له كاتنج من البريدج وشلناه. عايزكم تشوفوا كويس قوي المنظر بتاع السكت ده immediately. السوكت يعني خصوصا احنا لما بنخلع كذا روت جنب بعض بيبقى الموضوع صعب شويه. كمان الباكل بليت بتاعتهم دي كانت رفيعه قوي، اقل من نص ملي،
انا ما عرضتش السي بي سي تي عشان الموضوع مش محتاجه دلوقتي، بس يعني هنعرف قد ايه الاتوماتيك اكستراكشن ده بيفرق. طيب نرجع تاني، ايه اللي هنناقشه في المحاضره دي؟ اخر حاجه قلناها الستبس بتاعه الاتوماتيك اكستراكشن، وكمان التولز بتاعه كل ستيب وازاي استخدمها صح. اخيرا هنتكلم على حاجه اسمها الاي تي ام تكنيك، ده تكنيك جديد عاملينه للفيرتيكال اكستراكشن. حاجه تانية اسمه سيزر 2، برضو ده تكنيك بس ده سبيشال للكيرفد روتس. اخر حاجه هنناقشها ودي حاجه يعني هي دي الترند اليومين دول في الامبلانتس، السوكت شيت. طيب يعني ايه اتروماتيك اكستراكشن او ايه هو الايدل اي ال توث اكستراكشن؟ جوفري كتب لنا في الكتاب بتاعه، على فكره الكتاب ده كتاب قديم قوي، وحتى دورت عليه لقيته بس يعني بصعوبه قوي، وكان حتى صور يعني مش بي دي اف من كتر ما هو الكتاب قديم. قال ايه جوفري؟ قال painless removal of the whole tooth or root with a minimal trauma to the investing tissue اللي هو البون والجينجر so that the wound heals and eventually and no post-operative prosthetic problem is created. يعني ايه؟ لازم انا اخلع كل حاجة ما سيبش حتة، وكمان ما عملش تروما لأي حاجة، فبناء عليه يحصل هيلينج كويس، وكمان لما اجي اعمل بروسيسز سواء هي امبلانت سواء هي بريدج ما يبقاش في مشاكل من التروما اللي حصلت في الاكستراكشن. طيب ايه الانديكيشنز بتاعتي او امتى اعمل اتروماتيك اكستراكشن؟ بصراحه يعني لو اتكلمنا بالمنطق اتروماتيك يعني اقل تروما تحصل، فطبيعي انا في اي اكستراكشن لازم اعمل اتروماتيك، فعشان كده بنقول اول واحده اني توث. طيب في كيسز لو ما اتعملش فيها اتروماتيك اكستراكشن هيحصل بون نيكروسز زي الكيموثيرابي بيشنتس والبيسفوسفونيس بيشنتس، ودايما لما باجي اتكلم بحب امشي بالليتريتشر، فانا يعني كاتب تحت اسم البيبر حلوه قوي بتقول قد ايه السكسس ريت ان البيشنتس اللي عندهم كيموثيرابي او اللي بياخدوا بيسفوسفونيتس دول ما حصل لهمش بون نيكروزز، مع ان ده الطبيعي اللي بيحصل لما عملنا اتروماتيك اكستراكشن. طيب حاجه ثالثه، لو انا عندي باكر بليت رفيعه خالص مثلا نص ملي وانا بخلع غالبا هتتكسر مني، غالبا وانا بعمل باكر اكسبانشن دي هطير حته من الباكر بليت، ولما تتكسر طبعا دي مشكله كبيره، والناس اللي جايه تعمل ايميديت امبلانت يا عيني عارفين بقى السوكت بريزرفيشن ممبرين وبون واعمل كل الحاجات دي عشان تحاول تلم الموقف. طيب حاجه كمان الستاتيك زون، لو انا عايز اخلع ريمينينج روت مثلا لابر سنترال وهدخل بقى بفورسبس وديب جريب ومش عارف ايه، البابيلا دي انتهت، اخر حاجه قلناها في وسط الكلام الايميديت امبلانت، انا كاتبها لوحديها بس برضو عشان نفولو البيبر بتاعتها، دي بيبر كويسه وبتشرح قد ايه الاتروماتيك اكستراكشن ده بيعمل جود ريزلتس، بتديني سكسس ريت حلو قوي للايميديت امبلانت. طيب قلنا الانديكيشنز يبقى لازم في كونترا انديكيشنز، طب ما احنا كنا بنقول اني توث از انديكيتد، طب ايه الكونترا انديكيشنز؟ الكونترا انديكيشنز لمواقف معينه اللي هي uncontrolled patient، انسه لطيفه كده عندها panic attack، طبعا ما حدش فينا بيحب يشوف كيس زي كده، خصوصا بقى جايه تخلع ويزدم ولا حاجه يبقى يوم يعني ملل، بس patient زي دي عشان بقى تقنعها ان احنا هنقعد نعمل extraction بالراحه ومش عارف ايه وتولز هتبقى صعبه قوي. تاني حاجه ويعني دي كيس يعني كده نادرا او ما اعتقدش ان احنا شفناها، يعني سيك باكل بليت اكتر من 2 ملم، وحتى انا هنا يعني عارض صوره نادرا ما هنلاقي الموقف ده، يعني ان الباكل بليت اعرض من اللينجوال بليت، بس يعني حتى هي صوره مرسومه مش صوره طبيعيه يعني. اوكي طيب ايه الادفانتجز اللي انا هاخدها من الاتروماتيك اكستراكشن؟ طيب اول حاجه
protection of synapical plate for immediate implant. دي حاجة بديهية، يعني أنا لو جيت وعملت protection للبوكال بليت أكيد هعرف أعمل immediate implant. طيب soft tissue preservation, no need for flap elevation. عندي remaining root تحت الأرض زي ال lower right central lateral وعايز أخلعه، فما لازم أعمل flap لأن أي forceps هيدخل هيضيع في النص، لأن أول ما هنبدأ نمسك هنكسر كل الجزء ده من السوفت تيشو من الروت، وهنضطر ساعتها نرفع فلاب. لما اشتغل اتروماتيك هعرف اجيب الحتت دي الروس اللي باقيه دي من غير ما اضطر ارفع فلاب. طيب حاجه كمان، انت بابيلا بيتر استاتكس. الكيس دي كنا عملناها انا والدكتور احمد الشرقاوي في جامعه القاهره. الهيلينج ده بصوا عليه بعد 5 days. تخيلوا الحالة دي لو كانت متحضرة ان هي تعمل لها على طول post operative immediate temporary bridge، تخيلوا منظر البابيلا ده هيفضل قاعد ازاي. وهناخد الستاتكس يعني اكننا حاجة زي الفل. فقصة الاتوماتيك اكستراكشن بيحافظ على البابيلا، فده بيديني الستاتكس اللي انا محتاجه. طيب اخر حاجه ودي حاجه منطقيه جدا، less pain and better healing. طول ما انا وانا بعمل extraction بدي forces قليله، فالتيشوز بتاعتي عمرها ما هتتضايق، عمرها ما هتزعل مني، فهيحصل منها healing كويس، وبناء عليه هيبقى في بين قليل، في post operative trauma قليله كتير. في بيج هنا دي مكتوب فيها الادفانتجز بتاعت الاوتوماتيك اكستراكشن، يعني اللي يحب يزود هيقراها وهتعجبه. This advantages، ايه المشاكل بتاعت الاوتوماتيك اكستراكشن؟ زي ما قلنا في البدايه قوي، خلينا طب نمشي بالترتيب. اول واحده تايم كونسيومينج بصراحه، عشان امسك بيريتوم او امسك لاكسيتور وابدا اشيل بيه بالراحه، ده اكيد هياخد وقت اقوى من الاليفيتور وفورسبس تك كده بسرعه ونطير كل حاجه. طيب يبقى اول واحده قلنا تايم كونسيومينج ان كومباريزن مع الكونفنشنال اليفيتورز اند فورسبس. تاني حاجه ايه؟ بارادايم شيفت او التشينج بتاع الكونسبس، عشان زي ما اتفقنا كلنا اتعودنا او اتعلمنا ان النورمال ان انا اجيب ديب جريب. طب وانا بعمل ديب جريب هضيع البابيلا وهضيع سوفت تيشو كتير، زائد باكل ساستين لينجوال ساستين الكلام ده. وناهيكوا بقى عن الاليفيتورز والفورسز الجباره اللي بتطلعها، كل ده بيعمل بون اكسبانشن وممكن يعمل بريكنج للبون. ده كله عشان اغير الكونسبتس دي اللي انا اتعلمتها وتعودت عليها طول حياتي. ده موضوع مش سهل، بس ان شاء الله هنتعلمه مع بعض بالراحه ونوصل له عشان نجيب ريزلتس. هوريكم هنا كيس في الصوره، الراجل ده اللي تروما معينه السنه دي اتكسرت، انا خلعتها وعملت له ايميديت امبلانت في ساعتها. الموضوع كان لطيف قوي، عايزكم تتخيلوا منظر البابيلا قد ايه رفيع، يعني اسف منظر البابيلا ازاي انتكت الاثنين ولا اكن حد جه جنبيهم. طيب نبص على السي بي سي تي، تخيل هنا السي بي سي تي البون ده فوكالي ما يعديش نص ملي، بامانه ما يعدي نص ملي. طيب لما نيجي نعمل اكستراكشن لحاله زي كده، معرض جدا 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 انك تكسر الفوكال بليت. عشان كده كيس زي دي يا الا تمشي اتروماتيك وتحترم البون والسوفت تيشو اللي عندك، يا الا اخلع وان شاء الله يعني ربنا يحافظ علينا كلنا في الشغل ما حدش تتكسر منه الباكل بليت. بس لو اتكسرت هتضطر تعمل ايه؟ تخلي مفيش immediate implant، delayed implant بعد شهرين ثلاثة أربعة depending على الكيس، وتحط بقى socket preservation اللي هي البون والمبرين الحلوين قوي بتوعنا. طيب ندخل بقى على الاتروماتيك extraction steps، هنقسمه خطوات، يعني ازاي
او ايه الحاجات اللي انا محتاجها عشان اعمل الاتوماتيك استراكشن. اول ستيب ببساطه ان انا عايز اقلل الريزيستنس. اقلل الريزيستنس هنشرحها حته حته. تاني حاجه ان انا عايز اعمل كات للبريدونتال ليجمنت. البريدونتال ليجمنت اللي عامل اتاتشمنت في الروت مع البون عايزين نقطعه. طيب اخر ستيب انا خلاص الروت بتاعي لوز جوه السوكت عايز اطلعه. فحاجه ايه اللي هيعمل لي ديليفري للروت؟ في طرق كتير وهنتكلم عليهم واحده واحده. عايز اوريكم هنا ده سيستم اسمه ذكي، كان اول حاجه عملناها خالص ونزلنا عليه بيبر. هو يعني عايز حلو قوي للكيرفد روتس بالذات. تمام، ده رابر بيز رابر ماتيريال، وده بوست بيبقى مربوط جوه الروت وبطريقه معينه بنطلع الروت. هو حلو قوي قوي للكيرفد روت، بس يعني مع الابحاث والشغل الكتير بطلناه وعملنا بعديه كذا بروتوتايب لغايه لما وصلنا لحاجه اسمها سيزر 2 وهنحكي قصته في الاخر. طيب ندخل على الاتوماتيك اكستراكشن ستيبس، واول حاجه ديكريز ريزيستنس. اوكي انا عندي مالتي روتس لوور 6 اهو 2 روتس، لما اجي اخلع واحد واحد ولا اخلع الاثنين مع بعض انهي اللي محتاج فورسز اكتر؟ طب ما انا بقول عايز اقلل التروما، عايز اقلل الفورسز اللي انا بدخل بيها، يبقى اول حاجه اعملها ايه؟ اعمل سيباريشن للروتس. تمام، لازم اخد اكس راي وابقى شايف كويس عشان ابقى عارف انا رايح فين وازاي. طيب حاجه تانية، لو الروت دي ان كونتاكت مع السنان جنبيها اعمل اوبن للكونتاكت. ليه؟ عشان اعرف اتحرك براحتي واعرف ادخل الفورس البيريوتوم او اللاكسيتور بتاعي من ميزيال وديستال بالراحه والف حوالين السنه اول اراوند من غير ما اعمل اي تروما للسوفت تيشو او للنيبرنج تيس. طيب اول ستيب عملناها ديكريزنج ريزيستنس. طيب ندخل في ستيب 2 كاتنج بيريودونتال ليجمنت، وهنا بقى في شويه حاجات تكس كتير عايزين نتكلم فيها. استأذنكم. دلوقتي هنا انا هعمل كاتنج بيريودونتال ليجمنت، في كذا انسترومنت هنتكلم عليهم واحده واحده استخدمها للكاتنج بتاع بيريودونتال ليجمنت، اللي هي الانسترومنتس اللي هتدخل جوه السوكت تقطع البيريودونتال ليجمنت. طيب وات ايفر الانسترومنت اللي انا هستخدمها هي ايه، لازم كلهم اعمل بيهم اللي انا هقوله دلوقتي. هشتغل حوالين الروت ميزيال ديستال باليتال باكل، لا ما اقربش خالص باكل بالانسترومنتس بتاعتي. ليه؟ لان الباكل بليت اوف بون رقيقه خالص نص ملي احيانا، دي انا لو دخلت عليها باي حاجه حتى ارفع حاجه بيريوتوم اكيد اكيد هتتكسر. طيب طب اعمل ايه؟ اجي عند الباكل اجي اعمل كاتنج بس للجنجرال اتاتشمنت مش اكتر، ما انزلش للليفل بتاع البون، يا دوب على الليفل بتاع الجنجرال، مش عايزين اكتر من كده عشان نقلل التروم. طيب نصيحه انا يعني بتفرق مع الناس كلها وانا مبينها في الصوره هنا، لو انا شغال بلاتل لازم اسند كويس قوي بالصمب باكلي عشان الفورسز الجايه من الاليفيتور او اسف من البريوتوم او اللاكسيتور بتاعي ما تجيش على الباكل بليت وتعمل لها ريكل. لازم اخاف على الموضوع ده قوي، اسند كويس بالصمب بتاعي. الصوره هنا واضح قوي ان انا برفع الجنجرا بس وما بنزلش على البون باكل. طيب يبقى انا لو شغال من الباكل شغال عايز اقطع وات ايفر الانسترومنت معايا ايه، اشتغل ميزيال وديستل وبالاتل، البالاتل ساند بالصمب بتاعي ناحيه الباكل عشان احافظ على البون اعمل له سبورت،
ولما اجي خلصت الثلاثه دول اجي عند الباكر اقطع بس الجنرال اتاتشمنت او الابسيليال اتاتشمنت في الحته دي. طيب نيجي بعد كده ايه الانسترومنتس اللي هشتغل بيها؟ الانسترومنتس عندنا هاند، وبعد كده في تكنيكس كتير للصبح، الالتراسونيك والليزر، ويعني في حاجات كتيره قوي، بس احنا هنتكلم على الهاند انسترومنتس بس دلوقتي. عندنا في 3 مين فاميليز، اول واحده اسمها البيريوترومز، تاني واحده اسمها اللاكسيترز، ثالث واحده حبايبنا اللي احنا اصحاب معاهم كلهم اليفيترز بانواعهم باشكالهم بكل حاجه. طيب ايه الفرق بين الثلاثه؟ البيريوترومز التيب سايز بتاعها صغير قوي. طيب لما اجي على اللاكسيترز كبرت التيب شويه، طب لما اجي على الاليفيترز اكبر كمان. طيب لما التيب بتكبر الفورسز بتكتر، وبناء عليه بنغير شكل الهاندل عشان نعرف نعمل هاندلنج كويس للانسترومنت اللي في ايدي. طيب وبعد كده طالما الفورسز كترت عمل بون اكسبانشن اكتر، وبناء عليه حصل تروما اكتر للتيشوز اللي عند. طيب ما هو التروما دي ممكن تبقى قويه لدرجه ان بون رفيع نص ملي يتكسر، فعشان كده احنا على قد ما نقدر خلينا نستيك للبيريوتومز. طيب هقول حاجه كمان، انا لما بعمل فورسز قليله باخد وقت اطول، ميك سنس، انما الاليفيتورز وفورسز قويه بيدخل بيطلع اي حاجه، كلنا عارفين الاليفيتورز يعني سواء مثلا كروس بار هيطلع اللي ما يطلعش. تمام، فالتايم في البيريوتومز بيبقى كبير قوي in comparison بالإليفيتر، زي ما قلنا في disadvantages time consuming. طيب هنا صورة أنا مجمع الثلاثة مع بعض، ده البيريوتوم، والبيريوتوم بيتمسك يعني هو عامل زي أي instrument صغير زي الأمالجم كاربر ولا أي حاجة. بعدين اللاكسيتر، اللاكسيتر زي البيريوتوم بس غيرنا الهاندل بتاعته، وممكن تكون التيب بتاعته أعرض سنة وأكبر سنة. يجي الأخير الإليفيتور بأشكاله وألوانه كتيرة. طيب ندخل نتكلم على واحد واحد من الفاميليز دي، بيريوتومز، لاكسيترز، إليفيتورز. بيريوتوم، إيه التكنيك بتاع البيريوتوم؟ أشتغل بالبيريوتوم إزاي؟ أول حاجة معلومة في البيريوتوم مهمة، وليه أنا I go straight forward for بيريوتوم، إن هو السيكنس بتاع التب بتاعته نادرا ما بيعديش 0.5 ملم. طيب 0.5 ملم ده قريب قوي قوي من السيكنس بتاع البريودونتال ليجمنت. طيب وبعدين السبيس ده هينزل فيه البريوتوم، فده دليل ان هو مش هيعمل بون اكسبانشن قوي in comparison بحاجات تانية. يعني مثلا في حاجات التب بتاعتها عريضة قوي، لما بيدخل في السوكت هيدمر الدنيا. طب يا عيني انا بقى لو عندي بوكال بليت نص ملي هعمل فيها ايه؟ فعشان كده انا بحب البيريتوم. طيب ايه المود اوف اكشن بتاع البيريتوم؟ البيريتوم طريقه استخدامه موديفايد بين جراسب. طيب وايه تاني؟ فنفترض ان انا عندي سوكت في ريمين جروت، هدخل من الناحيه الميزيال مثلا، فهزق التب بتاعة البيريوتوم لغاية لما أحس إن خلاص مش قادر أنزلها تاني. وأنا منزلها كده خلاص أنا المفروض الموديفايد بين جراسب الإندكس على الشافت، ممكن كمان أشيل الإندكس وأحط الصمب عايز أنزل أكتر، مفيش مشاكل. وبعد كده إيه الموفمنت؟ حاجة إن أنا قاعد في الناحية الميزيال بشتغل باكل وبالت، باكل وبالت بس، ما بتحركش في اي اتجاه تاني لغايه لما احس ان السايد الميزيال كله كل الحته دي البريودونتال ليجامنت فيها اتقطع. وفي في بيبرز انا كاتب اسامي بيبرز كتير، في بيبر كان بيقول انت ممكن تنزل 2/3 اوف ذا روت، مش لازم تنزل ذا هول روت، طبعا عشان تحت بيحصل كونستريكشن للسوكت. ماشي دي وجهات نظر، وفي في الليتريتشر مدارس كتير، بس يعني اوكي انزل على قد ما تقدر. طيب انا نزلت ميزيال وتحركت باكل ولينجوال اكني بعمل ووكينج موفمنت،
مفيش حاجة تاني، مش هتحرك أي حركة تاني. طيب هنا الصورة دي، ده أمالجم كارفر بس بطريقة معينة خليناه يشتغل زي بيريتو. في فيديو حلو قوي أنا عامله وحطه على البيج هي تحت، لو حد عايز يعرف التكنيك ده يشوفها، يعني حاجة اوبشنال لو انت بتفكر انك تبدأ تشتغل قبل ما تبدأ تانفست بقى وتشتري تولز كتير وحاجات كده، جرب التكنيك ده يمكن يبقى helpful لي. طيب هاختم السلايد دي واقول بيريوتوم الموفمنت بتاعته ووكينج موفمنت، يعني انا قاعد في الميزيال سايد دخلت التب بتاعتي على قد ما قدرت وبشتغل باكل لينجوال بس، مفيش حاجة تاني لغاية لما السايد كله يتفتح. بعد البريتوم يجي اللاكسيتر. طيب اللاكسيتر خدنا منه ايه؟ هو تقريبا نفس التب بتاعت البريتوم بس هي اعرض سنة بصراحة. طيب وايه زاد؟ الهاندل الكبيرة دي. طب الهاندل الكبيرة دي فادتني بايه؟ بقيت قادر ابوش اكتر جوه السوكت. طيب ما انا لما ببوش اكتر بيحصل ايه بعد كده؟ بيحصل بون اكسبانشن. طب ولما حصل بون اكسبانشن بقى الروت فري انه يطلع بسهوله. طيب وبناء عليه تروما اكتر حصلت وممكن يحصل برضو بقل بليت بريك. في حاجات كتيره قوي منه اشكال وحاجات للصبح زي الاليفيتر، وفي ناس كمان بتقول لاكسيتنج بيريوتوم، ويعني اسامي كتير بس انا بحاول اجمع الفاميليز اللي احنا نعرفها. طيب يبقى اللاكسيتر بيشتغل ازاي؟ ووكينج موفمنت وزودنا عليها بوشينج اكتر جوه السكت. تمام. طيب اخر فاميلي عندنا الاليفيترز، والاليفيتورز يعني انا مش محتاج اتكلم عنهم خالص، كلنا اشتغلنا بيهم بانواعهم باشكالهم وكل حاجه. بس قبل ما يعني اسيبهم هقول كام نقطه كده. اول حاجه احنا الاليفيتورز يتميزوا عن اللاكسيتورز ان احنا قلنا ووكينج وبوشينج وكمان اليفيت، يعني انا ممكن بي اطلع روت من مكانه. طيب ما هو انا وانا بسند عشان اطلع الروت ده هسند عبون اللي جنبي وهعمل عليه تروما يعني صعب قوي، بيطلع فورسز قويه قوي. طبعا ما نقدرش نستغنى عنه بس انا بحكي في الاتروماتيك اكستراكشن بالاميديت انجن هتصرف ازاي. تمام. عشان كده انا حتى مصور يعني الصوره دي، حد عامل زي ديمو او ستراكشرز كده وبيوريك ازاي الدنيا بتتكسر. تمام. انا هنا كاتب تحت اسم بيبر، بيبر دي للاليفيتورز وكلنا اشتغلنا اليفيتورز، بس يعني هي لطيفه ازاي تقدر تبعد عن المشاكل بتاعتها. هتعجبكم يعني لو حد حابب يقرا شويه يعمل سيرش على بيبر هيلاقيها على الانترنت، فيها يعني ازاي تتجنب المشاكل بتاعت اليفيتورز. طيب اخر حاجه بحكي فيها في الاليفيتورز اورو انترال كوميونيكيشن، كلنا تعرضنا لموقف ريمينينج روت بلاتا الابر 6 مثلا او ميزيال او ديستر ريمينينج روت. لو اضطريت للموقف ده يا صديقي نصيحه من اخوك، حاول على قد ما تقدر حط اتش فايل جواه بعدين اشتغل زي ما انت عايز. لا قدر الله لا قدر الله اضطريت او حصل ان الروت ده دخل جوه الساينس، اديك عندك حاجه نلحقه بيها. تمام. عشان يعني اكيد كلنا عارفين منظر دكتور الاي ان تي وهو جاي، يعني بيبص لك بصه كده على انك يعني ايه ما تستاهلش تعيش. بس ربنا يبعد عننا كلنا ما نضطرش حتى نفتح ساينس عشان نطلع حاجه زي كده. طيب عموما الاليفيتورز سلاح قوي قوي في الاسنان وكلنا بنحبه وكلنا بنحتاجه لانه سريع وكل حاجه، بس ما يبقاش هو اللي تشوس. ولو حضرتك هتخلع حاجة عشان تعمل لها immediate implant عشان خاطري انسى ان عندك elevator في يوم. تمام. اشتغل بالبريوتوم او اللاكسيتر وخلي السكة الاولانية البريوتوم. تمام. طيب خلصنا الست
ستيب 2 وقلنا السيستم الانسترومنتس بتاعتنا وقلنا كل واحده بتشتغل ازاي، ندخل على اخر ستيب روت ديليفري. طيب انا موقف عندي دلوقتي ان انا عندي جوه السوكت ريمينينج روت، والروت ده لوس بيتحرك تمام. طيب انا عايز اطلعه بقى، اطلعه ازاي؟ اعمل له ديليفري ازاي؟ في كذا تكنيك بس ديبنز على الكيس. يعني مثلا عندي روت وفي 1 ملم مثلا فوق الجنجبه باين، وال1 ملم ده مش كيريس اعرف اعمل فيه جريب، فممكن اجيب باينت خفيف كده او كورسبس رقيق رفيع وامسك الروت ده بس هسحب كورونالي، بس كورونالي بس، لا هتحرك ميزيال ولا ديستال ولا باكل ولا لينجول، جاست اطلع لفوق. طيب انا كده ليه؟ عشان افضل اتروماتيك از ماتش از اي. طيب لو الفورسبس يعني الروت ده لوس قوي ممكن اسحبه بايه؟ اتش فايل صديقي. الاتش فايل ده بيلحقني في مشاكل كتيره قوي تمام. لو ريمينج روت رفيع مثلا وخلاص حصل له لاكسيشن وجايين نطلعه اتكسرت منه حته، الحته الصغيره دي لو معاك سكشن كويس ومعاك ماجنيفيكيشن هتشوف الكنال تحت وتلحقه او تسرقه بجد يعني بإتش فايل. طيب ايه السيستمز الثانيه بقى في الماركت؟ في سيستمز بينكس وتايتنز ويعني اسامي كتير وكلها فكرتها واحده، بس السيستمز دي كلها بتشتغل على ايه؟ على الفيرتيكال اكستراكشن. يعني لو عندي كيرفت روت السيستم دي هي نفسها بتقول لك احنا مش بتوع الكلام ده، احنا مش شغالين هنا. طيب البينكس ده زي ما انتم شايفين هو انا جايب ليه صوره، وده يمكن اشهر سيستم وناس كتير بتتعامل معاه، بس انا عندي يعني عايز اقول الديس ادفانتجز بتاعته. اولا هو يعني ليه تري، فالتري دي مش دايما بنقدر ندخل بيها كل حته، يعني لو هشتغل جوه شويه انا مش سهل ان انا اوصل. طيب ايه تاني؟ هو اكسبنسيف، ثمنه حوالي 2500 دولار اجيب اندو موتور، اجيب امبلانت موتور بثمن. طيب ايه كمان؟ قلنا ان هو ما بيشتغلش كيرفد روتس، هو ما بيشتغلش عشان التري كبيره، هو كمان ثمنه غالي. اخر حاجه القصه كلها في الفايل او البوست اللي بيتربط جوه الكنال ممكن يفلت. طيب بعد ريسيرش بقالنا 4 5 سنين طلعنا تو سيستمز، سيستم اسمه اي تي ام وسيستم اسمه سيزر 2. الاي تي ام ده قلنا ان هو هيشتغل للستريت روتس بس، يعني انا قبل ما ابدا هاخد ريبكال اكس راي خفيفه كده واقول الروت بتاعي ده ستريت ولا كيرفت. ستريت طلع الكيت بتاعت الاي تي ام، كيرفت طلع الكيت بتاعت السيزر. طيب انا كاتب تحت اسم بيبر للبينكس لو حد عايز يقرا ويتعرف عنه اكتر. طيب نتكلم هنا، دي بيبر انا كنت انا ودكتور احمد الشرقاوي في جامعه القاهره نشرناها عن الشغل بتاعنا عن الكي، اللي هو واحد من السيستمز اللي عملناها في الاول، بس احنا في الاخر وصلنا للاي تي ام والسيزر. طيب اي تي ام، الاي تي ام ده كله سيمبل قوي، عبارة عن بليت وعبارة عن نت وعبارة عن بوست تمام، ودول كلهم درايفرز. أنا ودكتور أحمد شرقاوي في الصورة، ده أول مؤتمر نعرض فيه الشغل بتاعنا كان في جامعة القاهرة. أوكي طيب هوريكم فيديو ليه إزاي بيشتغل، ويعني إن شاء الله يبقى سيستم لطيف وظريف لكل الناس. أنا هنا بعمل preparation للكنال، بعد كده شايفين
ده بريوتون ازاي بدوس بالاندكس اهو عشان اخد اقصى فورس ووكينج موفمنت يلف حوالين الروت بس. دلوقتي بيربط البوست بيربط البوست جوه الكنال. معلش لو الصوت بتاع المزيكا هنج أو في مشكلة، ده درايفر زي ما قلت لكم عشان نربط البوست احسن حاجه جوه الكلام. زي ما شايفين بنربط بس عشان ناخد اقصى انكرج. ادي البليت بتاعتي بدخلها من الفورس يعني من البوست، واللي حواليها ده رابر بيز كوندنسيشن سيليكون عادي خالص عشان يبقى اكتنج از ا كاشن ويسبورت البليت في مكانها وما نعملش اي تروما للايه للنيبرنج تيس خالص. طيب بعد كده بيجي الماجيك، الحته الحلوه اللي انا بحبها قوي. ايوه معلش الفيديو
شير سكرين. طيب انا لسه ما طلعتش صح؟ محمد ارو سامعني؟ يلا ايوه بس طيب استنى اوكي يا طيب اخر حاجه كانت ايه؟ طيب انا اسف على الحته اللي اتقطعت بس هبدا تاني من ستيب 3 فود ديليفري. انا اسف ستيب 3 رود ديليفري. خلاص انا الموقف عندي دلوقتي ان انا السوكت جواه الروت، والروت ده لوس بيتحرك جريد 2 او جريد 3، عايز اطلع الروت ده من السوكت اعمل ايه؟ طيب حسب الموقف هقرر انا هشتغل ازاي. في اول حاجه ان انا الروت اللي عندي ده باين منه جزء فوق الجنرال نقل على الاقل 1 مليمتر، والتشو ده مش كيريس اعرف امسكه يعني، فممكن اجيب فورسبس زي باينت مثلا رقيق كده واسحب الروت ده كورونالي بس ما اتحركش غير كورونالي. ليه؟ عشان مش عايز احمل على اي بون وابقى اتروماتيك. طيب فلنفترض ان الروت ده ساب بوني تحت قوي، اعمل ايه؟ انزل باتش فايل. لو انت عندك سكشن كويس وعندك ماجنيفيكيشن بمنتهى السهوله هتشوف الكنال اوريفيس وتعرف تدخل باتش فايل محترم كده وتسحب، بس ده هيمشي قوي لو الروت لوز جدا. طب لو الروت مش لوز عندنا كذا سيستم، في سيستمز كتير قوي في الماركت واشهرهم البينكس. البينكس انا حاطط صورته هنا. البينكس ده لطيف جميل، بس هو فيه كام مشكلة. أول مشكلة إن هو بيشتغل للفيرتيكال روتس بس، يعني لو في كيرفت روت هم نفسهم بتوع الشركة بيقول لك إحنا مش في الشغل ده، الكيرفت روتس مش بتاعتنا. طيب إيه تاني؟ إن هو اكسبنسيف، ثمنه حوالي $2500. طيب إيه كمان؟ ممكن يحصل البوست اللي جوه الروت ده يحصل له ان هو يفلت من الروت والاكستراكشن ما ينفعش. طيب احنا بقى في اشتغلنا وعملنا شويه حاجات تانيه غير البيتس. عملنا ايه؟ عملنا تو سيستمز بعد ابحاث في ان 4 5 سنين. عملنا تو سيستمز، واحد سميناه الاي تي ام، والاي تي ام ده اسمنا احنا الثلاث دكاتره اشتغلنا فيه احمد وتدرس ومحمد. عملنا الاي تي ام. الاي تي ام ده بيشتغل كومبليتلي فيرتيكال، يعني باخد بريبكال اكس راي لو لقيت الروت بتاعي ستريت هجيب الكيت بتاعت الاي تي ام، لقيته كيرفد هروح واخد سيزر 2 اشتغل. طيب هنا انا كاتب اسم بيبر للبانكس لو حد عايز يقرا عنه ويشوف ليه شويه حاجات. طيب هنشرح بقى باستفاضه الاي تي ام والسيزر، بس قبل ما اشرح دي بيبر انا كنت نشرتها انا ودكتور احمد الشرقاوي عن الشغل بتاعنا عن حاجه اسمها زكي، برضو تابعوها فيها شغل لطيف وازاي النيو سيستمز عملناها بروتوتايب. في الاول كان اسمه زكي وبعدين عملنا كذا واحد بعديه لغايه ما استقرينا على الاي تي ام والسيسر. الاي تي ام تمام. هنا أنا والدكتور أحمد شرقاوي ده أول مؤتمر عرضنا فيه كان في جامعة القاهرة، اتكلمنا عن الشغل. دي صور للـ ATM. أول واحد الـ ATM زي ما قلت ده أسامينا مش بيطلع فلوس يعني ولا حاجة. دي البليت، ده البوست بيدخل جوه الكنال، ودي النت دي بتتربط حوالين البوست.
دول درايفرز عاملينهم عشان نربط كويس الحاجات بتاعتها، نفس الحاجات بس يعني تقسيمها تانية. هوريكم فيديو عن الـ ATM ونتكلم عليه. هنا أنا بعمل preparation للكنال. طيب اديني ماسك الاليفيتور بتاعي، اسف ماسك البريوتون بتاعي. شفتوا داس ازاي بالاندكس عشان ياخد ماكسيمم فورسز؟ او انا بدوست اوكي بلف وبشتغل ووكينج موفمنت بس، مش هعمل اي ليفرج ولا ويدجنج، هو ده بس. تمام الستيب دي ان انا بربط البوست جوه الروت. هديني بربط البوست بالدرايفر عشان اخد اقصى انكرج، اقوى انكرج للروت. تمام دلوقتي بدخل البليت بتاعتي، والاخضر اللي حواليها ده كوندنسيشن سيليكون رابر عادي خالص. تمام جاست عشان اعمل بروتكشن للنيبرينج تيس، ما اعملش ليهم اي مشاكل. تمام دي الخطوة الأخيرة اللي بيحصل فيها الماجيك، إنك أنت تطلع الروت من غير أي مشاكل. أنا ربطت النط بتاعتي، ولما أوصل إن أنا خلاص بأكمل بالدرايفر اللي مع السيستم. تمام؟ أنا بربط أهو. جست ان انا بربط وانا قاعد مكاني، ما بعملش اي حاجه تاني، لا هحرك فورسبس ولا هحرك اي حاجه تاني. اخر حاجه بصوا الروت هنا بيبدا يتحرك ويطلع معايا ازاي؟ مش عارف الفيديو فيه ايه النهارده. خلاص الموقف ده انا بسميه عامل زي الهليكوبتر طالع لي كده في ايدي. خلاص معايا الروت بتاعي من غير ما احرك فورسبس ولا اليفيتر. احنا اتكلمنا على الاي تي ام وشرحنا ان هو للستريت، هنيجي نتكلم على السيزر. السيزر انا سامحوني يعني مش هقول شويه كلام كتير فيه عشان بس هو لسه البيبر بتاعته ما خلصتش، انا هتكلم شويه خفيفه. ده السيزر هو اللي زي equation كده انت بتحسب بيها according to curvature و according to x-ray و لي diagram و لي system، يعني طبعا معقد شوية عن الستريت. وهو الفكرة كلها ان انت تعرف من البريمبكال x-ray هتقيس على diagram معين curvature بتاعك، وبناء عليه تقدر
تظبط الديستنس دي، فتعرف تجيب نفس الروتيشن بتاعت الروت، فما يبقاش فيه اي تروما على السوكت بتاعك خالص. ان شاء الله يعني تابعوا على البيج، هتلاقوا فيه بيبرز كتير بتنزل باذن الله وفيديوز. احنا شرحنا باختصار الاتروماتيك اكستراكشن وقلنا ستيبس بتاعته وشرحنا كل حاجه فيه. طبعا موضوع غير انك انت تمسك فورسبس ويلا بسرعه باكل ساستين لينجوال ساستين ديب جريب يلا طلع في ايدك الروت. هل الموضوع يستاهل ده كله؟ انا هنا جايب يعني جزء من بيبر المفروض هتطلع قريب، خلاص اتبعتت. يعني البيبر دي كنا بنعمل كومباريزون بالسي بي سي تي، تمام، للسيستم الكونفنشنال والسيستم الاتروماتيك بتاعنا، وبنكمبير الريسيشن. كانت يعني بصراحه الريزلتس اميزنج، وعملنا كذا كيس وكذا حاجه. ان شاء الله البيبر دي لما تطلع هتبقى لطيفه قوي، لان هي كانت بتقيس راديوجرافيكلي. تمام. طيب الحته اللي كل الناس بتتساءل وهي الترند في الاسنان دلوقتي بالنسبه للاميديت امبلانتس، ايه؟ السوكت شيلد. سوكت شيلد يعني انا هسيب حته من الروت بتاعي، تمام، اكنه بيحافظ على السوكت بتاعي. بمعنى تاني الحته دي هتوهم الجسم ان لسه في سنه هنا، فبناء عليه العمليه بتاعه الريزوربشن بتاعه السوكت اللي هي عمرها ما بتقل عن 2 ملم فيرتيكال و4 ملم باكلي، خصوصا في حاله زي دي. ودي يعني كل الناس اللي بتشتغل امبلانس كتير عارفه ان هي ابيخ حاله، لما يبقى فيه كونستريكشن هنا بيبقى فيه ريسيشن قوي في الاتجاه ده، فبتبقى الموضوع سخيف قوي، خصوصا لو انا جاي اعمل بقى حاجه استاتكس ولا حاجه في الانتيريرز هتبقى الريزلتس سيئه. طيب بعمل ايه؟ هنبدا نشرح السوكت شيل ستيب باي ستيب. هنا انا عندي ريمينج روت جزأت جزئين، شلت الجزء البالاتال وسبت الجزء البكر، مش كله لا، شلت الحته كمان الابكر. طيب هنا عملت ايه؟ خليته بنفس مستوى البول. طيب ناخدهم بقى ان ديتيلز. يا الله، اول ستيب عندنا ان انا خدت من الاكس راي، سواء طبعا اكيد في المرحله دي انت معاك سي بي سي تي جاي تعمل ايميديت امبلانت يعني، تمام، عندك الروت لينس، شفت من السي بي سي تي الروت لينس دي اول حاجه. طيب بعد كده اعمل ايه؟ دي خطوه انا بحب اعملها، مش كل البيبرز بتتكلم عنها بس انا بحب اعملها. ايه؟ باجي طبعا الاندوموتر ويزمي، هعمل روت كانال بريباريشن، هدخل جوه الكنال واخد اي سيستم انا بحبه اعمل بريباريشن للكنال كلها. طيب ليه؟ عشان الستيب الجايه تبقى سهل. عايز اقول يعني بصراحه انا كان عندي موتور قبل كده وبرده من بيرفكت دنت قبل ما يبقى معاهم ويزمي، وبعدين جابوا لي ويزمي ده لغايه لما يصلحوا الجهاز القديم بتاعي، فويزمي ده كان رائع الى درجه ان انا على طول اشتريت واحد تاني. ف انا حابب انقل الاكسبيرينس بتاعتي. طيب عملنا ايه دلوقتي؟ خدنا الاكس راي وعملنا بريباريشن للكنال. الموقف زي الصوره دي بالظبط، تمام، في كذا تول وكذا كيت، بس انا بحب ابدا بالروتر عشان ادي لنفسي سبيس عشان الدريلز اللي جايه ما تتحرقش او ما تعملش هيت جينيريشن قوي تبوظ البون، تعمل بون نكروز بعد كده اللي انا محتاجه قوي عشان الايميديت. طيب بعد كده ثالث حاجه هعملها اعمل ايه؟ اقطع ميزيو ديستل. طيب هشتغل بايه؟ عايز تشتغل بستونز يا دكتور انت حر، انا بحب الهاي سبيد بيرز بس بجيب كذا سايز، يعني سايز صغير بعدين سايز كبير. ليه؟ عشان على المستوى اللي تحت في هيت جينيريشن رهيب،
ده انا بالعافيه وسعت الكنال عشان يبقى فيه شويه ايريجنت وكولنت بينزلوا. طب وبعدين بنزل الاول بدريل فوفايه وات ايفر هو ايه، بير ولا ستون، دي اراء تمام. وبعدين اخد حاجه ادخل. في السلايد اللي فاتت كنت موريكو سيستم، وبرده هوريكو صوره تاني لكذا سيستم. طيب هنا الستيب الثانيه ان انا الباكل بارت دي تمام لسه ما بقتش الشيلد بتاعي، ارفعها لغايه لما تبقى 0.5 ملم. طيب انا ليه لازم اعمل كده؟ عشان اوسع السبيس ما بين الباكل بارت والبالتال بارت، عشان وانا بخلع البالتال بارت ما اخبطش الباكل بارت بتاعتي واعمل لها لوزنينج، فاضطر في الاخر اشيلها والعمليه بتاعتي كلها تبوظ. عشان كده هو very very technique sensitive، يعني ما تلمسش الباكل بليت دي الباكل بارت من الروت خالص. عشان كده وسع على قد ما تقدر، بس يبقى فاضل 0.5 ملم هم enough ان هم يعملوا القصه بتاعت السوكيت. طيب دلوقتي انا الموقف عندي ان انا في روت مقسمه جزئين، جزء باكل وجزء بلت خلاص، ونزلت قطعت ميزيو ديستل بس اخر 2 ملم ما عملتش فيهم القصه دي. يعني قطعت ميزيو ديستل، انا اسف كان المفروض هنا اكتب 2 ملم بس نسيت، او وانا براجع ضيعتها، اخر 2 ملم ما دخلتش بالبيرز بتاعتي. طيب خامس خطوه زي الصوره دي، قعدت كتير قوي ادور على الصوره دي، انا نزلت لغايه اخر 2 ملم وبعدين بعمل ايه؟ باخد البير بتاعتي واشتغل اوكليك، ادخل اوكليك كده. طيب ليه؟ عشان اسيباريت الجزء البكر من باقي الروت كله. طب وبعد ما اعمله سيباريشن استفدت ايه؟ انا لو سبت الجزء الابيكال ده اكيد او بنسبه كبيره قوي هيبقى فيه ايه؟ هيبقى فيه شويه انفكشن، فحاول تستبعده من الاخر. يعني ليه تستنى ان يبقى موجود فيعمل لك مشكله حوالين الامبلانت والجزء اللي انت سايبه من الروت ده يحصل له ريجكشن وتلاقيه طالع لك كده؟ فمن الاول يعني ظبط نفسك وخليك في السيف سايد انك انت بتشتغل وتشيل الجزء الابك. طيب في سكولز ما بتقولش كده، بس انا بقول اللي انا يعني اميل ليه واللي انا شايف بيبرز اكتر عليه. دايما نرجع للليتريتشر عشان نبقى ماشيين صح. اخر خطوه، لا قبل الاخيره، ان انا دلوقتي فصلت الجزء البكل خالص عن باقي الروت، ادخل بايه؟ بيريوتوم، عشان خاطري ما تستخدمش اي تول ثانيه، بيريوتوم بس. لان انت لو حملت ولو جزء بسيط على البكل بليت الرقيقه الخفيفه دي هتلاقي عندك مشاكل بعد كده، ولو الباكر بليت دي اتهزت اعرف ان السوكت شيلد مش هينجح. فعشان خاطري حاول تراعيها وتعاملها برقه خفيفه جدا. طيب ادينا هنا زي الرسمه دي مطلع الجزء البلتل في بيريوتوم. اخر حته اعمل ايه؟ ان انا انزل الباكر بارت دي للمستوى بتاع البوم. يعني ايه؟ يعني اعمل له ان انا بالهاي سبيد انزله. هنا في دريلز معينه معموله للغرض ده، وفي الانسترومنتس دي عشان اعمل بروتكشن للسوفت تيشو. بس بصراحه انت ممكن تستخدم اي انسترومنت عندك، في الانسترومنت بتاعت الاورسو اللي بيظبطوا بيها الواير دي تنفع، وفي الانسترومنت بتاعت بي كي توماس، في انسترومنتس كتير، اي حاجه تعمل بروتكشن للحته دي بتاعت البي كي توماس عندنا كلنا بتهيألي. طيب دي كيت بتاعت السوكت شيلد، يعني انا بس بوريكم في ايه في الماركت تمام. واحد منهم عشان نعمل الحته اللي في الاول دي ان احنا ننزلها للسيرفايكل، واحده ثانيه عشان ادخل بيها رفيعه عشان اعمل سيبريشن ميزر ريديستر، واحده ادخل منها عشان اوسع السبيس. ده المنظر المفروض يبقى طالع لي، ده البلتال بارت كله تمام. شايفين الكنال مش باينه لغايه اخر 2 ملم، بعد كده الباقي ده كله ايه؟ كله جزء واحد. وطبعا انا لما بوسع السبيس بالسكسسيف دريلز ولما برفع الباكت بورت الهاف ملم بيبقى عندي انف سبيس ان الجزء ده يبقى طالع من غير ما يخبط الباكت بورت ويعمل فيه لوزنج.
تمام كده، انت عملت كل الستبس ان شاء الله تاخد سوكت شيلد ناجح. طيب انا بحب اخلي اخر ستيب دي اللي هي نمبر 7، في ناس بتحب تعملها من الاول خالص، بس انا بحبها في الاخر. ليه؟ عشان يبقى قصاد عينيا ان الجزء بتاع الروت ده ما فيهوش لوزنينج، عارف ابص عليه كويس وعارف اخاف عليه. انما لو رفعته من بدري، لو قصرته من بدري مش هتبقى شايف. بريفيرد طبعا انك تبقى ماشي ومعاك ماجنيفيكيشن على الاقل لوز. اتمنى يعني ان كل يبقى عنده التوفيق في الحاجات دي. دي اسم البيج بتاعتنا على الفيسبوك، هتلاقوا عليها الفيديوز والحاجات دي، والايميل بتاعي لو حد عايز يبعت اي اسئله او اي حاجه. بشكركم، ميرسي قوي، واتشرفت جدا ان انا اكون مع بيرفكت دنت. شكرا، ميرسي قوي.